السلام عليكم تلامذة الصف الأول ابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قراءتي، تابعوا معي. الدرس جديد، الفراش بديع. هذه سورة، تحب الفراش، وأيضا الفراش يعيش في البستان ويطير الفراش مع الطير، وللطير ريش وللطير عش. هذه قصة الدرس. سورة تقول أحب الفراش وتلعب معه. للآن نستمع وندرد. الفراش، الفراش يعيش، يعيش، ردد معي صف أول، يعيش. ريشون، ريشون، عشون، عشون. الآن نستمع ونردد. هذا الحرف أخذناه في الدرس السابق في فراس وأنيس، صوته ردت بعدي، لكن هناك نقاط سحرية تأتي على الحرف. واحدة، اثنان، ثلاث، أصبح له صوت. ما هو الصوت؟ عندما يهدأ، عندما نذهب إلى المكتبة يكون هناك هدوء. عندما نزور المريض نقول وعندما نزور بابا يأخذ القيلولة نقول في الظهيرة. تابع معي عزيزي التلميذ، لوناه باللون الأحمر، ردد بعدي. دائما نقول هذه الحركة عندما يطلبون منا الهدوء. حرفنا. والآن نستمع ونردد. تابع عزيزي التلميذ معي هنا. ش، مع الفتحة نقرأه مقطع ش، مقطع ش، مقطع ش. ردد بعدي. ش، 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 مع الضمة نقرأها شو، شو، صغيرة شو، شو، مقطع شو، مقطع شو. ش مع الكسرة نقرأها شي، شي. وهناك نشيد علمتكم اياه، حرك الحروف، حرك، حرك، فتحات فوق الحرف، فوق الحرف، ايه ايه، حرك الحروف، حرك، حرك، كسرة تحت الحرف، اي اي، حرك الحروف، حرك، حرك، ضمة فوق الحرف، أحسنتم. تابع معي عزيزي التلميذ هذه المقاطع. شي، شي، مقطع شي، مع الفتحة ش، مع الضمة شو، مع الكسرة شي. أحسنتم، ردد بعدي. والآن جاء صديقنا قلم يعلمنا كيف كتابة الحرف الجديد. حرف عندما نكتب نقرأ. تابعوا معي خطوات كتابة الحرف. خط صغير، ثم خط صغير، ثم خط، ونضع ثلاث نقاط على السطر ونكتبه هكذا. ركزوا معهم واكتبوا الحرف في دفاتركم أعزائي التلاميذ. والآن نستمع ونردد. الآن سوف نخطط السبورة ونبدأ بكتابة الدرس. ردد معي مقاطع كلمات الدرس. ال، ف، ر، را، شو، الفراش، الفراش، ب، دي، ان، بديون، بديون، سو، را، سورة، سورة،
تقولوا تقولوا تقولوا. نقطة القول أو الحديث، تابع معي. الفراش، الفراش. يطير، يطير، يطير. في ال هنا همزة توصل محلاها نكتبها وما نقراها. تابع معي عزيزي التلميذ، ردد بعد الكلمات. في البوس، في البستاني، في البستاني. يا عيشو، يعيشو، يعيشو. ما مع، 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 كما علمتكم سابقا، مع، مع مع الطيور. هنا شدة، تكرر الحرف مرتان. مع الطيور، يوري، مع الطيور، مع الطيور. لط طي طي، هنا مقطعان، هنا شدة تكررت كما علمتكم الحرف يتكرر نضع الشدة. للطيري، للطيري. ري شون، ريشون، ريشون. للطيري ريشون. للطيري، للطيري، للطيري. عش شون، عشون. هنا الشدة وضعنا تنوين الضم. تكررت معي كلمة للطيري مرتان، أحسنتم يا أولادي. تابع معي والآن نستمع ونردد. نقرأ الدرس بشكل متواصل، تابع معي. الفراش بديع. سرى تقول الفراش يطير في البستان. يعيش مع الطيور. للطير ريش، للطير عش. وهذا طلبت منكم أن تلونوا وتكتبون الدرس في الدفتر والواجب التي تتبعه لكم معلمتكم. الفراش، نقرأها مرة أخرى. الفراش بديع. سرى تقول، ردد بعدي. الفراش يطير في البستان. هنا قلنا همزة وصل. يعيش مع الطيور. للطير ريش، للطير عش. تابع عزيزي التلميذ وردد بعدي. جاء صديقنا قلم يعلمنا كيف نكتب الحرف. تابع وركزوا عليه كيف نكتب الحرف. نعم أحسنتم، يرحب بكم صديقنا قلم. والآن نستمع ونردد. سوف نقطع الكلمات مقاطع صوتية ونقرأ الكلمة. تابع عزيزي التلميذ. الف را شو، كم مقطع؟ أحسنتم، أربع مقاطع. الف را شو، أحسنتم. وهذه كلمة الفراش، أحسنتم. الآن نقرأ المقطع الثاني. ما هذا المقطع؟ ب دي أن، بديع. كم صفقة؟ ثلاث صفقات. بديع، أحسنتم. نقرأ الكلمة يا حلوين. ذهبت كرة والثانية عن، أصبحت كلمة بديع، كلمة بديع، أحسنتم يا أولادي. تابع، ما هذه الكلمة الجميلة أو المقطع؟ سو، مقطع سو، أخذناها في درس فراس وأنيس. سو، سو. وهذا مقطع را، أخذنا الآ مقصورة في درس سلوى وليلى، أحسنتم، تتذكرونه وتتذكرون القصة. سو را، كم صفقة؟ صفقتان. سو را، أحسنتم. سو را، ظهرت كلمة سورة، أحسنتم، ردد بعدي. سورة، ردد بعدي. سورة. والآن نقرأ كلمة نقطعها. ت
قولوا. كم مقطع؟ أحسنتم، حذرتم ثلاث. تاء قولوا، تاء قولوا، أحسنتم. تابع عزيزي التلميذ الآن، تاء قولوا، تقولوا، ظهرت كلمة تقولوا، ردد بعدي تقولوا. الفراش، كم مقطع؟ نعم أحسنتم، أربعة. الفراش، أحسنتم أحسنتم. الفراش قرأناها قبل قليل، الفراش، أحسنتم. يا طيرو، كم مقطع؟ أحسنتم، ثلاث. يا طيرو، أحسنتم. يا طيرو، والآن نقرأ كلمة يطير. يطير، ردد بعدي. البستاني، البستاني، كم مقطع؟ أربعة. البستاني، البستاني، أحسنتم. البستاني، سوف يظهر لنا حرف الجر في، من إلى، عن على، في، أحرف الجر كما علمتكم، لكن نقرأ الكلمة في البستاني، في البستاني، أحسنتم أولادي. يا عيشوا، كم مقطع؟ ثلاث. يا عيشوا، أحسنتم. سوف تظهر لنا كلمة يا عيشوا، أصبحت كلمة يعيشوا، أحسنتم، يعيشوا، أحسنتم. تابع عزيزي التلميذ بعد. ماء، ماء، كم مقطع؟ اثنين. ماء، ماء، أحسنتم. ظهرت، سوف تذهب كلمة مقطع ع وتظهر كلمة مع. الطيور، كم مقطع؟ أربعة. الطيور، أحسنتم، كم مقطع؟ أربعة. الطيور، سوف تظهر لنا كلمة الطيور، أحسنتم. هنا وضعنا الشدة وهنا همزة وصل، الطيور، أحسنتم. للطير، كم مقطع؟ ثلاث. للطير، للطير، أحسنتم. سوف تظهر لنا كلمة للطير، ظهرت كلمة للطير، للطير، أحسنتم. ريشون، مقطع ريشون، ريشون، أحسنتم. ردد بعدي، ريشون، 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 أحسنتم. للطيري، للطيري، ثلاث مقاطع، للطيري، أحسنتم. ردد بعدي، للطيري، ثلاث مقاطع، للطيري، أحسنتم. تابع عزيزي التلميذ، عشون، كم مقطع؟ اثنان. عشون، أصبحت لدينا كلمة عشون، عشون، ردد بعدي. والآن لدي أحجية جميلة لكم، وأريد منكم أن تعرفون الحرف. تابع عزيزي التلميذ، ما هو حرف اليوم؟ ما هذه الكلمة؟ هل يوجد حرف اليوم؟ اليوم أخذناه، رموش، رموش، هل سمعتم؟ رموش، هل يوجد الحرف؟ نعم، سوف نلونه باللون الأحمر. يوجد حرفنا لهذا اليوم، أحسنتم. الآن نتابع ونقرأ الكلمة، صورة طير، هل يوجد في كلمة طير حرفنا؟ نقرأها، طير، طير، لا يوجد، أحسنتم. والآن تابع معي، لنقرأ أو نرى الصورة، هذه صورة سمك من أنواع السمك يسمى القرش، القرش، سمعتم صوت يوجد فيه شش؟ نعم يوجد، أحسنتم. لنرى هذه، الآن نلون الحرف، نلونه بالش. الآن هذه فتاة تقرأ كتاب جميل، ما هذه الكلمة؟ نقرأها بشكل مقاطع، تقرأوا، تقرأوا، هل يوجد حرف ش في هذه الكلمة؟ لا توجد، أحسنتم. إذن لا توجد في هذه الكلمة حرفنا لهذا اليوم، ش. قماش، هل يوجد حرف ش
في كلمة قماش هل يوجد؟ نعم أحسنتم، يوجد، وأخذنا هذا الدرس في قماش في درس قدوري بزاز، أحسنتم. نلون حرف الش. تابع عزيزي التلميذ، والآن لدينا نشيد جميل. هذا النشيد أريد منكم أن تقرأوه وتحفظوه في البيت، رددوه دائما، أحسنتم، كما أخذنا الأناشيد في القراءة. تابع معي، نشيد النور في شفتي، اسمه نشيد النور. نشيد النور، نشيد النور في شفتي، تعيش تعيش مدرستي، أحب معلمي الغالي، أحبك يا معلمتي، أرى علمي، أرى وطني، أرى الدنيا بمدرستي. نقرأها في الكتاب، نشيد النور، نشيد النور في شفتي، تعيش تعيش مدرستي، أحب معلمي الغالي، أحبك يا معلمتي، أرى علمي، أرى وطني، أرى الدنيا بمدرستي. وإلى هنا أعزائي التلاميذ سوف ينتهي درسنا، وأريد منكم أن تكتبون الدرس وتقرؤون الدرس وتقرؤون المحفوظة. وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.